التدخل ديالي انا من يعني كنمثل جهه مراكش والجنوب اصلا يعني مراكش واكادير، وجينا اليوم باش نحتجوا يعني وقفه احتجاجيه على الاوضاع اللي وصلنا لها من ناحيه التعاونيه ديالنا. تتعرفوا كاملين بان عكس التوجه الوطني يعني سماجيستو لو هو والحكومه تعليم التغذيه الصحيه على جميع المواطنين، وحنا بالعكس هذا القطاع اللي كان رائد عندنا منذ سنوات وكان تيتضرب بينا المثال بان الرجفه هي الاولى على الصعيد الوطني من ناحيه السوشيال ديالها وبالخصوص لاميتيال ديالها ولا التعاضديه، ولينا في هذه السنوات الاخيره يعني من اكفس التعاضديات. وهذا في الوقت اللي خص هذا القطاع هذا تعطيه واحد الاهميه خاصه. علاش الاهميه خاصه؟ لان الناس كانوا تيشتغلوا في طابق، وهاد الطابق هذه كانوا يعني كتهلك لهم الصحه ديالهم. الله يخليكم عندي اللي الصحه ديالهم تهلكات بسبب الله يخليكم كلشي عندي محتاجين في الاخر ديال الحياه ديالهم لواحد التعاضديه اللي يعني تتشرفهم او اللي تتلقى الكرامه ديالهم. وحنا في الاخر يعني اخر السنوات ديالنا او العمر يعني يلا الاخوان دخلوا سن 60 وما فوق ما لقيناش هذاك السند اللي كنا حنايا معولين عليه وحنا خدامين. شنو هما الطرق اللي يمكن تسلكوهم؟ دابا الطرق هي يعني لوبجي ديال او الهدف من هذه الوقفه الاحتجاجيه هو اثاره انتباه ديال يعني الاداره العامه اللي هي المسؤوله، لان خدات قرارات يعني بدون ما تحسب يعني الحساب لهذه التعاضديه هذه، وهي في نفس الوقت اداره اجنبيه ما عندهاش روح وطنيه وعندها الهدف الرئيسي هو الربح ومسائل ديال السوسيال والمسائل الاجتماعيه اللي صاحب الجلاله تيعطيها واحد الاهميه كبيره وهما تيهملوه، وما بالك هذا القطاع ديالنا ديال القطاع التبغ. الهدف ديالنا هو ايصال الصوت ديالنا للاداره العامه اولا، ثم يعني الراي العام الوطني على راسهم صاحب الجلاله بان هذا القطاع هذا راه يعاني في ظل هذه الاداره الجديده ديال الامبريال يعني امبريال طبعا يعني شركه عالميه لا يهمها الا الربح، اما المسائل الاجتماعيه وصحه الانسان فهي من يعني المسائل التي لا تعيرها اي اهتمام. وشكرا جزيلا لكم. بوابة المركب الرياضي الأمير سعود بن وذلك في الوقفة الاحتجاجية التي على رأسها المطلب الكبير وهو التعاضد والتعاضدية. هذه التعاضدية التي شملها الإفلاس لسوء التسيير وسوء التدبير، وإننا اليوم لا نطالب من الإدارة العامة على أساس إن عزمت على إخراجها أن توفر لها الشروط اللازمة التي تحمي جميع المتقاعدات والمتقاعدين والنظاميين وعلى رأسهم الإخوان النشطين. واليوم نحن نصادف هذا الاجتماع وهذا الاحتجاج وهذا التعسف الذي مورس علينا نحن كمتقاعدات ومتقاعدين الجمع العام والمجلس الإداري الذي سوف يأخذ بعض قرارات والتوصيات التي ستعود بالشر على العمال والعاملات والناشطين وعلى المتقاعدات والمتقاعدين. ومن هذا المنظر ومن هذا الكلام نريد أن نناشد الإدارة العامة على خلق صندوق تكميني وعلى خلق تعاضدية تأمينية حتى يتسنى لها أن تكون في مستوى الحدث وأن تجعل من هذه التعاضدية التي كانت سابقا من أحسن التعاضديات واليوم نرى أنها أسفل السافلين. وكذلك أريد بالمناسبة أناشد الإدارة العامة على تطبيق 24% الحق المكتسب
المقابلة الطبية الذين ناضلوا من أجلها، كما قال بعض المسؤولين السابقين، المحكمة بيننا، المحكمة نصفتنا، أعطتنا حقنا، نطالب الإدارة الإسراع بالتنفيذ، الإسراع بالتنفيذ. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. احنا اليوم سعود بالتنبير كان عقد الجمع العام ديال التعاطف ديال الإسعاف الطبي للطب، وبغاو يدوزوا واحد القرارات مشعزة بحق المتقاعدين بصفة خاصة والمنخرطين بصفة عامة. من بين هاد القرارات بغاو يدوزوا واحد 10 تقارير مالية ديال 10 سنين لواحد الجمع العام اللي انتخب اللي ليس مسؤول عليها، وحتى الرئيس ساحة السوق ليس مسؤول عليها. واليوم بغاو يزيدوا في المساهمة على المتقاعدين، حنا كنردوها، بغاو يديروا صندوق تكميلي داخلي، حنا كنطالبوا صندوق تكميلي خارجي. ولهذا اجتمعنا اليوم ودرنا هذا الوقفة الاحتجاجية باش ما تمرش هاد القرارات الجاحفة بصحاب المتقاعدين. كذلك هناك قضية 24% اللي هي عمرت المحاكم أكثر من 17 سنة، بعد ما كنا ربحناها في المحاكم المدنية وترفضت في محكمة النقد دون إحالة، ودرنا وقفة احتجاجية محكمة النقد وأحالتنا على المحاكم الإدارية باختصاص نوعي، واليوم ربحناها ابتدائيا واستئنافيا وكذلك في النقد. والمشكل اليوم كاين في قضية التنفيذ، فمن بعد الأحكام الصادرة جات المحكمة وبغات تقرر الخبرة، نحن لسنا في الخبرة، ولكن هذه الخبرة خصها تدوز في أقرب وقت ممكن، ما عطلوش علينا واحد عامين أو ثلاث سنين، فمنا من قضى نحداه ومنا من ينتظر وما بدلوا تديلة. واليوم أكثرية المتقاعدين مرات وما بقاوش يتحملوا، ولهذا مطالب إدارة الشركة المغربية للتمخ بتنفيذ الأحكام.